نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الخميس 24 أدار 2016. في زمن الآلام يعيش الإنسان في العالم ويعيش المسيحيون في الشرق على وجه الخصوص درب هذه الآلام من قتل وإبادة وتهجير وذمية وإلغاء ووجود وإلغاء وجود وتاريخ. هم الذين انطلقوا من الأراضي المقدسة، نكاد نتحدث عن بقاء خجول لهم في مهد المسيح. هم الشركاء الرئيسيون في بناء الأوطان العربية، أصبح وجودهم صورياً مجرداً من أي سلطة أو نفوذ. لا علاقة لهم بالصراعات الدائرة في المنطقة، ولا ذنب ولا مسؤولية، ولكنهم يدفعون الثمن المباشر لهذه الصراعات مثلهم مثل الأقليات الأخرى في المنطقة. في أسبوع الآلام نتوقف عند واقع المسيحيين اليوم في المنطقة وصولاً إلى لبنان، ونعود إلى تاريخ هذا الوجود. أرحب في حلقتنا التي تستمر لساعة أو لحين بدء رتبة الغسل من سجن رومي التي يترأسها البطريرك الراعي. نرحب بسيدنا المطران مار فلابيانوس يوسف ملكي، المعاون البطريرقي للسريان الكاثوليك والزميل الكاتب السياسي توني عيسى، لنبحث مشاهدينا في الواقع المسيحي اليوم على مختلف المستويات، أكان في العالم أكان في المنطقة تحديدا، أكان تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الوجود أو ما تبقى من هذا الوجود في المنطقة، وطبعا الواقع المسيحي في لبنان. أهلا وسهلا فيك سيدنا، عزبناك نحن اليوم في هذا الصباح، ولكن لابد في هذا الزمن من وقف فعلا، يعني نتذكر التاريخ المسيحي في المنطقة ونتوقف عند واقعه الأليم. الزميل توني عيسى أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أنت متابع وكاتب في هذا الإطار وتتحدث بالأرقام عن هذا الواقع، والأرقام مخيفة. نعم بعض صحيح. الشيء تمام نعمل هيدا حالة ذعر، ولكن قبل ما نفوت بالتفاصيل طبعا بدنا نشوف حالة الطرقات بهالفترة، زمن ألم وأعيد وفرصة مثل العادة. عجقة سير طريق جوني باتجاه بيروت، عجقة سير باتجاه الشمال جيدة الحركة حتى الساعة، على الدورة الحمد لله سير سالك فوق على الجسر، ولكن تحت يبدو في حركة ناشطة عند الدوار. شارل حلو في عجقة سير على الجسر، ولكن بنشوف التقاطعات تحت يعني بمحيط وسط بيروت حركة خفيفة. ساحة ساسين في عجقة سير عند الإشارة، وشارع الحمراء كذلك الأمر في عجقة. نروح على كورنيش المزرعة يعني بأحد المسارب السير متوقف تقريباً. طريق المطار مثل العادة، الطريق من المؤدي إلى قلب العاصمة عجقة سير خانقة، ولكن طريق الجنوب سالكة. وأخيرا منروح على صيدا كمان حركة ناشطة بصيدا. سيدنا اليوم هل يمكن القول إنه المسيحيين بأسوأ حالة بأسوأ واقع؟ كنا نفكر من 50 سنة وجاي أنه المسيحيين في حال هدوء وفي حال تقدم وفي حال ازدهار، وكنا نسينا الماضي من قبل 100 سنة، المجازر الرهيبة التي جرت في تركيا وأبادت المسيحيين في تركيا من الأرمن ما يقارب 1.5 مليون، ومن الطوائف الأخرى من سريان وآشوريين وكلدان وأروام ما يقارب 500,000. وهذه النكبة العظمى التي نحن عرفناها وأجدادنا، نحن أولاد الشهداء الذين نزحوا من تركيا واستقروا قسما منهم في سوريا أو في لبنان أو في المجر، هذه كانت النكبة الكبرى التي قطعت أوصال طوائفنا السريانية والكلدانية والآشورية وبددتهم في كل أصقاع المعمور. والذين نجوا من هذه المجازر أتوا إلى لبنان إلى الميناء الأمين، وهنا أيضا بعد معاناة طويلة من 50 سنة عاشوا تحت التنك والأخشاب
وفي أماكن اليوم نحن نراها أيضا في بعض الشوارع أو الأنحاء من بندين بيروت، هكذا عاشوا دون أي مساعدة من الأمم، وإنما اتكلوا على همتهم وعلى إيمانهم المسيحي وقاموا من جديد ليعمروا هذا البلد وأيضا يكونوا لهم مستقبلا زاهرا. والحقيقة نجحوا في هذا المضمار بأنهم قابوا أناس من العباقرة ومن الذين نجحوا في هذه الحياة في كل مجالات الحياة اقتصاديا وعلميا واجتماعيا. وبعد هذا الازدهار اللي كنا عرفناه أتت نكبة ثانية شرا من الأولى، خاصة في سوريا والعراق، دمرت العراق وسوريا. وإنما لم يكن هذا من الخارج وإنما من الداخل، من إخوتنا الذين كنا نعيش معهم، وقلبوا الأمور رأسا على عقب. وهذه العيش المشترك اللي كنا نعيش فيه وكنا دائما نشجع ونتأمل أن نواصل هذا العيش المشترك، وإذا به ينقلب إلى عداء لم نفهم معناه، خاصة على المسيحيين المسالمين الذين لم يسيئوا يوما إلى أحد من هذا من جيرانهم، كيف تشردوا وكيف قطعوا وكيف ذبحوا وكيف حكم عليهم وصلبوا. إلى اليوم لا نستطيع أن نفهم هذه المجازر وهذه الويلات اللي حلت بالمسيحيين، ونسأل نحن جيراننا ما هذه الأسباب، ونحن ننتظر هذا الجواب. إلى متى نحن نعاني كمسيحيين هذا الضرب الطويل، ضرب الصليب مع المسيح؟ نحن لنا إيمان أن هذه مرحلة يجب أن نتخطاها ولا نفشل. ويسوع المسيح يقول لنا أيضا لا تضطرب قلوبكم ولا تخافوا ولا تجزعوا، أنا معكم. نحن نعرف أن المسيح معنا، ولكن نحن في حالة ضرب الصليب، ضرب الألم، ضرب الجلجلة. فهذا السؤال نطرحه أيضا ليس فقط إلى شركائنا في المواطنة، بل أيضا إلى العالم كله، إلى المجتمع الدولي، إلى المجتمع الدولي. ماذا يعمل حتى حماية هؤلاء المساكين، حماية الأقليات ليس فقط المسيحيين، كنوز في تاريخهم وإلى اليوم لا يعرف حضارة وتاريخ وإرث. والمسيحيين في هذه الشرق هم الحلقة العظيمة اللي كانت بين الفلسفة والعلوم في كل المجالات، العلوم إن كان في الفلسفة أو في اللاهوت وفي الفن وفي سائر العلوم أيضا التي نسميها تكنولوجية، أتت بواسطة المسيحيين الذين نقلوا إلى العرب هذه العلوم. وإلى اليوم هم دائما هم صلة الوصل بين الشرق والغرب، رجال يبنون الحاضر والمستقبل. توني، اليوم هل هي مشكلة فقط بوجه الأقليات التي تعتبر يعني أضرار جانبية وبتروح هيك بالدرب لأنه لا سلطة لها، أم لأنه في إعادة رسم لخارطة هذه المنطقة ومخطط كيسنجر الشهير الذي يتحقق بشكل أو بآخر، وكل مرة مشروع الشرق الأوسط الجديد يدفع ثمنه الأقليات، ليس فقط المسيحيين، نعم. كما نكون عم نحكي عن فئة واحدة، ولكن نعم. الشرق غني بأقليات وبأكثريات. نعم نعم طبعا، يعني غير اللي عم بيصير هلأ واللي بحيي اللي قاله سيدنا بموضوع أنه الإصرار على أنه الإيمان يستمر والحضارة المسيحية تستمر بالشرق الأوسط اللي هو مميز. الموضوع متعلق بشكل أساسي بما يدبر للمنطقة على كل فئاتها، حتى السنة وحتى الشيعة، صح. هن الضحايا وهن الجلادين، يعني هن المجازر ترتكب بحق الأبرياء من نعم كل الطوائف، نعم، يعني هن الضحايا بالوقت ذاته، ولكن في منهم عم بيكونوا هن عم يلعبوا دور الجلاد، صح. يعني اليوم لحد الأنظمة اللي بلشت تنهار بسوريا وبالعراق كانوا المسيحيين عم يدفعوا ثمن، إذا بدك مباركة العالم لهذه الأنظمة القمعية،
عندما انهارت الأنظمة القمعية صاروا العالم عم بيباركوا الخلفاء اللي اجوا اللي ورثوا الأنظمة القمعية يعني داعش وغيرهم. على رغم المظاهر يلي عم بتبين انه هن عم يضربوا داعش، لازم نعرف نسأل بالأول من خلق داعش، من هي داعش، من يمول، لماذا من يمول داعش، لماذا داعش مثلا تضرب المسيحيين في أوروبا المسالمين ولا تضرب إسرائيل مثلا. إذا امبارح بلجيكا يعني نعم صح. بلجيكا يعني هل هي دولة مثلا بتأثر على مستقبل المسلمين بالعالم لحتى يتعرضوا لها يروحوا فيها 260 جريح و40 50 قتيل؟ بلجيكا ماذا تمثل؟ بلجيكا بلجيكا بلد حضاري أوروبي ما له علاقة حتى بالمسيحية، ما له علاقة. أصبح خطر دولي عالمي. أصبح خطر دولي، هو بالحقيقة وجد ليكون خطر دولي. داعش هي الكاتاليزور من أجل تفتيت الشرق الأوسط. شو دخل داعش أوروبا؟ داعش ما دخل أوروبا. أوروبا داعش عم بترد بيعرض عضلات بأوروبا. مش مستهدف داعش أوروبا تحديدا. داعش عم بترد هلأ بيعرض عضلات لتثبت وجودها، عم بترد بأوروبا. واحد وثانيا لحتى تقلن إذا عم تكشفوا لي الخلايا النائمة أنا بقصصكن بأوروبا. أما هي عم تستهدف أوروبا، هي ما عم تستهدف أوروبا بشكل عام. أصلا داعش ما بتقدر تستهدف أوروبا لوحدها. داعش هي شغلة هجينة مؤلفة من مجموعة رؤوس مخابراتية لا تمت إطلاقا إلى الإسلام، ليس ذلك شعارا، مش عم نحكي شعر، لا تمت إلى الإسلام، لأنه بالفعل لا يعني العقيدة الإسلامية ما بتعنيهم. هن مجموعة مخابراتية تنتمي إلى ناس بتحركهم قوى محاور معينة بالشرق الأوسط، وناس آخرين بينتموا إلى محاور أخرى، ولذلك بتشوفيهم بيتناقضوا مثلا بداعش. مرات بيتمولوا من الأتراك ومن قطر، ومرات بيتمولوا من أطراف أخرى، مرات بيمشوا مع النظام بسوريا ومرات ضد النظام، وبمطارح محددة بيلعبوا لعبة معينة، بمطارح تانية بيلعبوا لعبة ضده. ليش؟ لأنه هذه تركيبة مخابراتية لأكثر ولا الهدف أقل. الهدف منها تفتيت الشرق الأوسط. نعم. وخلق ماذا؟ بالموصل عندما بيحكي سيدنا مثلا بخلال 4-5 ساعات اجتاحوا الموصل. الجيش العراقي يعني كان شيء كتير غريب انه ما حدا قدر يقاوم، ما حدا بيقدر يصدق انه مثلا انه يتم اجتياح الموصل والجيش العراقي ينهار هونيك بهالسرعة. لانه كانت تركيبة مخابراتية مطلوب منها تأدي وظيفة بلحظة معينة. لحد اليوم داعش سواء تصرفت بلبنان او بسوريا او بتونس او بليبيا او ببلجيكا، داعش هي داعش، مجرد جهاز مخابراتي يتحرك، عنوان، فزاعة. عندما تأتي الإشارة لتنطفئ، لتعود ترابا، لتعود رمادا، سوف تعود لا أكثر ولا أقل. ولكن بعد أن تحقق نعم ماذا؟ بعد أن تحقق ماذا؟ المرتجى في الشرق الأوسط، والذي على ما يبدو كنا نقول لما نبلش الربيع العربي كنا نكتب ونقول هذا ليس ربيعا عربيا، إنه خريف، إنه ليس مشروع، نعم ليس مشروع ثورة، إنه مشروع فتنة مذهبية قومية نسميها شو ما بدك. لأنه القوى الدولية يلي ربطت مصير الكيانات يلي قامت بسايكس بيكو ربطتها بالأنظمة وعيشت الأنظمة على أساس إنه الأنظمة والكيانات هي شغلة واحدة، لعبت لعبة ذكية ضربت الأنظمة فسقطت الكيانات معها. هذه الكيانات عندما تسقط يجب أن تعاد إلى عناصرها الأولى، العناصر العصبية الأولى، لكي تتم عملية الفرز وإعادة رسم الخرائط في الشرق الأوسط. هذا ما يجري بآخر فترة من شي شهرين ثلاثة. رؤساء أجهزة المخابرات بأمريكا اجتمعوا، الأمريكي والفرنسي كلهم سوا قالوا يصعب عودة الشرق الأوسط إلى حدوده السابقة. واليوم من جمعة طلعوا الأكراد عم يحكوا عن الفيدرالية وبلشوا يحكوا عن غيرها، بلشوا يحكوا عن الفيدرالية بشكل لنسميه مفاجئ، ما حدا تفاجأ، بس إنه بلش ينزل على الأرض المشروع، بلش يتنفذ، بلش يتنفذ. ولو ما تنفذ، لو ما بلش يتنفذ، ما كان انسحب بوتين من سوريا، بلش ينسحب من سوريا تقريبا جزء صحيح، بأي لحظة بيرجع وهو موجود على كل حال. بس إنه بلش يعلن عن تخفيف الضربات لما
المشروع يلي جاي من أجله اللي هو حماية تكريس الخطوط بقلب سوريا تم. ما بقى في خطر، حتى الأمريكان حتى الكل عرفوا حدودهم وعرفوا منطقة كل منطقة وين بدها تصير. هذا هو مصير المسيحيين. بس هذا مصير المسيحيين سيدنا. بس حضرتك مثل ما أنا قلت مثل ما الكل إنه المسيحيون هن رواد، هن متقدمين، هن أصحاب حضارة وثقافة مثلهم مثل أي من الفئات في الشرق الأوسط، ولكن تميزوا بهيدي الصفات فوق هيدا وكله. ليش هن بدون يدفعوا الثمن بوقت المسيحية انطلقت من الأراضي المقدسة؟ هل اليوم هن يدفعون ثمن ما عانوا منه منذ عقود من الزمن؟ يعني بالأراضي المقدسة فينا نحكي عن 1% من وجود مسيحي؟ مشكلة بلادنا هي مشكلة، هي الديمقراطية أو عدم الديمقراطية، أو الحكم الديكتاتوري، الديمقراطية أو الديكتاتورية. نعم، هناك في ديكتاتورية سياسية وفي ديكتاتورية دينية طائفية. إذا حكينا نحن في لبنان مثلا في طوائف مسيحية وطوائف كاثوليكية، في الطوائف الكاثوليكية أيضا تقسيم مذهبي. هذا ما لازم يكون في تقسيم مذهبي، يعني وحدة لازم يكون في وحدة مسيحية، ما في إنه الطائفة ما لها حقوق إنه توصل إلى مراكز العليا في الدولة. الأقلية، نحن مواطنين مسيحية. نعم، عندنا نفس الحقوق ونفس الواجبات. صح، ويجب أن نعيش تحت كلنا تحت القانون. ولكن حتى حماية هذه الطوائف يكون فئة كل هذه المسيحية نفس الحقوق لها، الامتيازات بين بعضها تنوصل حتى نعطي أمل لهالأقليات المذهبية أو اللغوية. وأيضا كذلك في الطائفة المسلمة في عندك في عندكم كمان العلويين، وفي في دائما الأقليات هي اللي بتدفع الثمن. إذا وصلنا إلى نحذف هذه الحدود تمييز أو الجدران اللي تمنع بين طائفة وطائفة أخرى حتى نشيل الغبن عنهم. نعم، وكذلك في الشرق كله، في 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 الشرق إننا نوصل إلى حكم مدني. الحكم المدني هو يلي بيعطي حقوق الجميع، لا علاقة بالقوانين الدينية أو المحرمات الدينية أو ما سواها أو تفصل الدين عن الدولة وعن الشأن العام. الجميع تحت قانون واحد، نحترم الإنسان، نحترم الأقليات والحقوق الأقليات اللي درسها أيضا في شرعة الأمم سنة 1992. نعم، حقوق الأقليات إن كان لغوية وإن كان دينية وإن كان ثقافية وإن كان الحياة الاجتماعية لازم يكون كلهم عندهم نفس المساواة، ما في أقلية وفي في أغلبية أو أكثرية. بهاي لازم نحن نتوصل له ابتداء من لبنان حتى نعطي المثال آخر للدول الأخرى. ولكن سيدنا اليوم إذا بدنا نحكي، هل الوجود المسيحي في المنطقة إلى تراجع بسبب أزمة اليوم أو منذ الأربعينيات ومنذ قيام الكيان الإسرائيلي؟ أو منذ قبل رجعنا للتاريخ بالتاريخ الوجود المسيحي في تقلص دائم لأنه تحت حكم ديني، حكم ديني يرفض الآخرين. نحن أبناء هذا الشرق ونحن كنا في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي تركيا وفي في أيضا فلسطين، كانت كل هذه البلاد مسيحية، أين وين راحوا؟ ألا يتحملون المسيحيين هن مسؤولية ما آلت إليه أمورهم؟ الحكم الضغط على المسيحيين بتواصل خلال التاريخ دون انقطاع. في هلأ خبر سيدنا أنه القوات العراقية تعلن بدء عملية استعادة محافظة نينوى من تنظيم الدولة الإسلامية. محافظة نينوى بشكل أساسي مسيحية. صحيح، نعم. أين أصبح مسيحيو نينوى والعراق؟ ما يسمى سهل نينوى كله في العراق
كان يضم أكثر من 130 ألف مسيحي، ما في مسيحي واحد. وين صاروا؟ وين صاروا؟ أنتوا بتعرفوا وين صاروا؟ الدول الكبرى يجب أن تحافظ على الأقليات. اسمحوا لي أن أقول الدول الكبرى العظمى هي المتآمرة تنشئ بسموه ريزيرف للحيوانات المهددة بالانقراض، ولا تهتم بالمسيحيين أو الأقليات. إذا بالولايات المتحدة عاملين محميات للشعب الأصلي الهندي، هيدا التعاطي العنصري بامتياز. ما عم بيقولولنا أنه أنتم الجنود الحمر، فكيف بدهم يتعاطوا مع الأقليات؟ لأنه مش بس في أيزيديين، في مسيحيين، في أقليات من طوائف مختلفة بالشرق تعتبر بالنسبة للدول أضرار جانبية. نعم. collateral damage. ولكن أيضا لمصلحة أخوتنا المسلمين أن يكون هناك مسيحيين، وألا يصبح البلد هيدا لون واحد وتقاتل واحد. خلال التاريخ ما عرف نحن القصة بين الشيعة وبين سنة، فالمسيحيون يعملوا التوازن. يجب أن يحافظوا على هالمسيحيين، غني غنى إلهم، جسر تواصل للمسيحيين طبعا. ونحن ما نحمل أبدا السلاح، وهذا ضدنا. مسيح بيقولنا أنتم نور العالم وأنتم خميرة هذا العالم، فنحن هذا الكلام بشجعنا نحن، معنا إحباط بهالمعنى هاي، لكن نتألم. نعم نتألم، ولكن أن الرجاء أن ننهض من جديد من لا شيء. شو دور الكنيسة سيدنا؟ دور الكنيسة، كل الكنائس أمام صعوبات جمة. الكنيسة ليس هي دولة وعندها أملاك وعندها، ولكن هي الحاضنة لرعيتها ولشعوبها. نعم، هي الحاضنة، هي الحاضنة، هي أيضا تهتم فيهم وتسعى عليهم بكل معنى الكلمة، وتسهر على هؤلاء الأولاد أولادها. لكن هي أيضا في ضيق، هي في شدة، في محنة. هل لنا دول بترول تساعدنا أو دول أوروبية تساعدنا؟ هذه الدول هي مدنية، لا تتعاطى مع مدنية الواقع، ولا لها هذه الدول اهتمام. لا تتعاطى مع هذا الواقع، يعني من ناحية دينية أو انتماء. هناك أيضا نعم منظمات داخلية مدنية أو دينية تساعد، ولكن دائما مساعدة محدودة. من يأوي هؤلاء المشردين؟ من يدفع؟ مش قصدي هيك، شو دور الكنيسة بأنه تضرب إيدها على الطاولة؟ شفنا اللقاء التاريخي بين بطريرك موسكو وبابا الفاتيكان، يعني بعد انقسام كبير بالكنيسة. شو دورة تقول أنه لا نحن موجودين وبدنا نحافظ على هالوجود تنعيش مع الآخر، لأنه ما بحياتها رفضت الآخر. نحن بنقول له لا، شعبنا المشرد، أنتم بهذه الأرض ونحن نبقى معكم مهما حصل، مهما ضربنا نحن نبقى هنا، هذه بلادنا، هذا ما شأنا، وهذا نحن عمرنا هذه البلاد ونبقى فيها. لكن ما بنقدر نمنع الذين يذهبون إلى ينجون بنفسه، ما في عندهم أكيد ويذهبوا في إلى أفق. عندهم حرية، ونحن نحترم حرية الفرد بأي ظروف عم بيبقوا بأي دول، بدءا من لبنان يعني. نعم، ولكن نحن قد ما بنقدر نبعث لهم هالكهنة اللي بيروحوا حتى يهتموا فيهم ثقافيا دينيا اجتماعيا، لكن نحن مواردنا مادية قليلة، وحتى الموارد الإنسانية قليلة عنا. ونحن أقليات، إذا بدنا نحكي بالأقليات، ولو نرفض هالكلمة هاي، بس نحن عددنا قليل. ونحن أنتم كطائفة يعني، كطائفة نعم، وكل الطوائف هي بالنهاية هي أيضا أقليات بالنسبة لمحيطهم. كل الطوائف، نحن أقليات في هذا الشرق، ولم نكن أقليات. صح صح. اليوم توني يعني بناء على هذا الواقع، في صرخة من قبل الكنائس المسيحية، في صرخة من أقليات أخرى، في كان العالم عم بيتفرج على شعب يعني عم يحاصر ويباد، تحديدا الأيزيديين. وبعدين صار في تحرك للمجتمع الدولي عندما يعني وصل الخطر لمصالحهم، وقت تحركوا عندما طال الأمر الأكراد بالعراق.
طب يعني هيدا من ضمن المشروع الخلاق لشرق أوسط جديد؟ مؤسف يعني. شو هي العسرة اللي بتشكلها الأقلية؟ مش عم بحكي بس كمسيحيين، مسيحيين ببعض الدول منهم أقلية، ولكن هيدا الوجود على مستوى المنطقة، شو المشكلة؟ شو العسرة أمام هالمشروع؟ الأقليات تحديدا ككل. المسيحيين منهم نعم. مستهدفين من يعني منهم مستهدفين بالصراع اللي عم بيصير صح. كمجموعة صح صح. لأنه مش حاسبينهم بالحساب، هون المشكلة. يعني يعني رايحين إذا بدك رايحين بالدعس مش رايحين بالاستهداف. يعني السني والشيعي عم يستهدفوا بعضهم، ومقرر واحد ياخد الثاني يكسر الثاني يكسر الثاني. أما المسيحيين فما حدا بده يكسرهم لأن هن مكسورين أصلا. يعني المطلوب بموضوع المسيحيين شغلة كتير مهمة واللي سيدنا كان عم بيقولها، اللي هي أنه الدولة مدنية أو أنه الشركاء يحترموا، يمكن الدولة المدنية حل لكل نعم. الصراعات أو لأنه لكل الطوائف والكيانات والمكونات بالمنطقة صحيح. بس السؤال هو هل قدروا مش داعش، هل قدروا المعتدلين المسلمين الاعتدال الإسلامي عمل الخطاب والخطوات اللازمة من أجل تحديث الإسلام وإدخاله في العصرنا؟ مش هو مستهدف أيضا؟ بلا مستهدف. وإذا كان مستهدف الإسلام المعتدل، الإسلام الذي لم يستهدف الوجود المسيحي فيه صح. في السنوات الأولى. يعني هون بتذكر يعني شاهد كتاب زميلنا الأستاذ أنطوان سعد يلي صدر حديثا، بيقول بطبعته الثانية يعني بقاء المسيحيين في الشرق نعم. خيار إسلامي. خيار إسلامي ليش؟ لأنه بيقدروا المسيحيين المستضعفين بالشرق، بيقدروا المسلمين المعتدلين إذا هن إلهم وجود وإذا هن بذاتهم انتصروا بالأول على ما يحاك للإسلام، بيقدروا يحافظوا على وجودهم. بيقدروا يحافظوا على وجودهم وعلى وجود المسيحيين. بعكس ما الوضع بلبنان، لأنه بلبنان مختلف تماماً. بلبنان المسيحيين عندهم إرادة الاستمرار وعندهم القوة. تصبح المسؤولية ليست مسؤولية إسلامية، تصبح المسؤولية مسيحية أيضاً. لبنان بس بالشرق تقع المسؤولية على المسيحيين أيضاً وبشكل أساسي، بينما في العالم يعني بالعالم العربي أو الشرق الأوسط المسيحي المستضعف ما فيه حمله مسؤولية استمراره، لأنه ما بيقدر يعمل شيء، ضعيف الإرادة، مسلوب القوة. المسلم بيقدر يقرر له إذا كان بده إياه أو ما بده إياه بالعراق أو بسوريا أو بالأردن أو بفلسطين أو غيره. ولذلك نعم تفضل. نعم، ولذلك هناك مسؤولية أساسية أمام شركاء المسيحيين بالشرق الأوسط إنه يحافظوا على هيدي المجموعة المسيحية، مش من باب إنه هن هنود الحمر إنه فئة لازم نخليها بالمتحف لأنه حلوة تحطها على العرف. لا، مش هن، مش بالمتحف. أول شيء هن أصحاب الحضارة العريقة يلي إجت قبل ما إجل الفتح الإسلامي على منطقة الهلال الخصيب على سوريا الطبيعية. نعم، وحتى ولا بيوم من الأيام كل النظريات يلي طلعت فكرت بإلغاء هذا الفكر المسيحي من الشرق الأوسط وتحديدا من لبنان. من لبنان لأنه يعني مثلا إذا بناخد أنطونس عادي نعم. يقول أنه لبنان هو نطاق ضمان للفكر الحر، لا يمكن الاستغناء عن لبنان ككيان وكحضور وكمختبر للتعايش. هون القصة، التحدي هو أنه إذا كان سقط الشرق الأوسط من حضور التفاعل بين المجموعتين المسيحية والإسلامية، يجب أن يبقى على الأقل لبنان كشاهد. يمكن هذا، يمكن سقوط هذا التفاعل بين المكونات المختلفة اللي خلت تتميز هذه المنطقة، هي الهدف منها أنه وقتها تعمل هيك يعني توصل لتحقيق المشروع المطلوب بتفتيت الشرق الأوسط. بالضبط. صراعات دينية طائفية ومذهبية بالطريقة اللي عم نشوفها. على كل حال نحن رح نتابع حوارنا ورح نفوت على تفاصيل أخرى، ولكن ما نتوقف مع أول فاصل إعلاني بحلقتنا مشاهدينا ومنرجع منتابع.
منتابع حلقتنا بمحورها الثاني، وبدي أتوجه لعند حضرتك سيدنا. سيدنا، وقت نقول اليوم هذا الواقع يلي بيعيش أو بيعاني منه المسيحيون والأقليات، طب مش هن لحالهم يعني اللي الصراع قائم بيناتهم كطوائف أخرى بتتحمل مسؤولية، ألا يتحمل أيضا المسيحيون والأقليات مسؤولية ما قالت إليه أمورهم كمان من خلافاتهم وانقساماتهم التاريخية كمسيحيين كطوائف؟ نعم، أكيد في خلافات، لكن خلافات عقائدية، ولا نصل إلى التحارب والاقتتال. نعم. هذا بعيد عن تاريخ الكنيسة. وإنما يجب أن يكون هناك أي تعاون أكثر بين المسيحيين، هذا لا شك فيه، بين الطوائف الكبرى والطوائف الصغرى، وتعاون، وهذا جميل. لكن ما حدث، ما عم يحدث اليوم من قلاقل ومن انقلابات أنظمة ومن ثورات رهيبة وقتل ودمار، هذا بعيد كل البعد عن كان حتى عندنا كنا نفكر فيه أو نتوقعه في هذه الأيام، اللي كنا نعتبره أنه حل السلام. العالم اليوم عم يفتش على السلام، وكيف نشأت هذه الثورة التي سموها أولا الربيع العربي، وكانت فقاقيع، وكانت خيبت كل الأمال، وجعلتنا إلى الوراء مئات السنين حتى نقدر ننهض من هالسقطة هاي الكبوة هاي. لما ننظر الدمار في سوريا يقطع القلوب والأكباد، أين آلت سوريا اللي كانت في التقدم والازدهار وفي اقتصاد مزدهر، والمدارس كانت موجودة في كل الضيع؟ وهذا الثورة الإصلاحية هي تسمى، يعني نحن اليوم لما ينشأ داعش الذي ما كنا نفكر فيه، منهن أتى داعش اللي ألغى المعارضة المعتدلة، عاد إلى التعصب الديني الأعمى الذي بعيد عن القرآن. صح، القرآن لا يقول أنه نقتل المسيحيين، بالعكس أهل الكتاب لهم حرمة ولهم احترام. فيجب أن تضافر الجهود كل البلاد حتى نحارب هذه الأفكار مدمرة، هذه الأفكار التي خارج عن أي تعليم ديني. ونحن لكن كيف نحن نرجع إلى بناء هذه المواطن الأوطان، إن كان في العراق وكان في سوريا اليوم، وهنا في خوف على لبنان أيضا من تسلل هؤلاء إلى بلادنا. لكن هذا موضوع أنا السياسي هو بعيد نوعا عن اهتماماتنا، أكثر شيء أنا اهتمامات هي حضارية وهي أيضا ثقافية ودينية، ولكن نحن أيضا شركاء كرجال دين، شركاء في الوطن، ويجب أن نقول كلمتنا. فكلمتنا أنه نعمل الجهود، نقول إلى رجال الحكم، وحدوا كلمتكم اتفقوا حتى ينهض البلد. نحن في لبنان أيضا عم نعاني من عكاسات هذه الأمور تجي من حولنا من البلاد، لأنه سياسات الدول الكبرى تفرض سياستها على بلادنا، يجب أن نتحرر نوعا ما. الدول الكبرى تنظر إلى الشرق أستاذ توني إلى قطعة مونوبولي. نعم صحيح. وهي بدها تركبها مثل ما بدها، وتنظر مثلا إلى لبنان بالكمبيوتر إنه هو مثل البازل، بدها تركب البازل. يعني بما إنه لبنان مثلا أصغر شيء وما بيشكل يعني ما بيقدروا مثلا يتقاسموا أراضي، ما في ثروات، هلأ طلع البترول بلش ويحكوا فيه، بس إنه بشكل عام لبنان ينظر إليه كأنه يعني ضمن المعادلة، جزء صغير من اللعبة الكبيرة، جزء بسيط جدا. نعم، جزء أو تفصيل صغير. ولكن بالنسبة للحضور المسيحي يلي تفضلتي وعم تطرحي اليوم، أكثر من حضور مسيحي الأقليات، يلي إذا بدنا نمشي بمشروع التفتيت رح تصير المنطقة كلها أقليات، كلها أقليات. ما أساساً الشيعة هن 15% من المسلمين في العالم، بينما 85%. أنا ما عم بحكي أقلية بس دينية، ما كمان الأكراد كمان هم من السنة، ولكن هن أقلية. نعم.
يعني في نحن عنا قوميات كمان بذات الوقت يعني متعددة ومتنوعة متنوعة المنطقة. مشروع الفرز يبدو أنه مشروع هو مذهبي وديني وقومي كمان. لأنه ربما الصفة العامة لإسرائيل يلي بتريدها لنفسها بالشرق الأوسط هي صفة مش بس دينية مذهبية يعني يهود، لا كمان قومية، لأنه بالنسبة لهم اليهودية هي قومية أيضا يعني. ولذلك اللعب بالخرائط واللعب على أساس الكيانات الجديدة هو مشروع ينتمي إليه المفهوم المذهبي والديني والقومي. أما بالنسبة للبنان وهذا أهم شيء، أنه المسيحيين لنحكي بوضوح، المسيحيين يستمرون أقوياء في الشرق الأوسط إذا استمر لبنان قويا، وإذا سقط لبنان يسقطون. إنه القلعة إذا بدنا نسميه قلعة الحضور المسيحي وقلعة العيش المشترك، إذا كان بعد في إيمان بالعيش المشترك، وإذا كان بدون ينفوا نظرية صراع الحضارات. إذا كان مصرين على نظرية صراع الحضارات ما بيبقى مين عم بيطرح صراع الحضارات بلبنان؟ بلبنان لا، بس صراع الحضارات بالشرق الأوسط وطرحت منذ تفجيرات التفجيرات نيويورك 11 أيلول. نعم. أما اليوم فبوجود داعش وأمثال داعش والمفاهيم اللي عم تنمى بالوقت الحاضر، ولكن هي داعش استمرار ليس كل المنطقة، وداعش يهدد كل المنطقة التي يعيش فيها أكثرية سنية. يعني التهديد المباشر من داعش هو على السنة. نعم صحيح، التفجيرات اللي صارت بتركيا بالسعودية اللي عم بتطال يعني تستهدف المواطنين مش فقط المسيحيين بالعراق ولكن كل الطوائف وفي سوريا. ما هذا اللي بأكد، هذا اللي بأكد تركيبة العجيبة لداعش. إنه هي عم تضرب كل شيء من أجل وصول إلى تحقيق أهداف معينة. بس بيبقى إنه بالموضوع اللبناني يجب هون مثل ما تفضلتي إنه نتذكر المسؤولية الأساسية اللي تقع على المسيحيين في لبنان. صح. على القادة المسيحيين اللي وصلوا الواقع يلي المسيحي إلى ما هو عليه، يلي بالمئة سنة اللي مرقت من تاريخ لبنان من إعلان لبنان الكبير لليوم ما عرفوا قيمة هذه الجوهرة يلي عندهم إياها اللي اسمها لبنان. لبنان كان وقت تأسيسه كان ذا أكثرية عددية كان ذا أكثرية عددية مسيحية. بالألف وتسعمية وعشرين لبنان كان 60% مسيحيين، اليوم نحن صرنا معكوس الآية. ويمكن بعد شوي يصير الوضع مش كمان أكتر أصعب يعني للمسيحيين. وبالتالي لما بتكون النسب موجودة بالستين 50-40% لمجموعات في عيش أنا وياك وأتحاور لأنه عندي حضور وعندك حضور، بس لما نتوصل النسب إلى أقلية حقيقية مثل بالعراق أو مثل بسوريا ما بيعود فيه تفاعل ولا تعايش. مشان هيك استمرار لبنان بصيغته كلبنان مربوط تماما بقديش المسيحيين موجودين بالعدد وبالدور. والمسيحيين زيتون مسؤولين. نسأل اليوم عن الكنيسة مثلا، الكنيسة لعبت الدور الأساسي؟ لا، ما لعبت الدور الأساسي مع احترامي لسيدنا. سيدنا شو ردك بشكل عام؟ شو ردك؟ الكنيسة بكل الطوائف المسيحية كانت مقصرة. نعم أم لا؟ بأي شيء بخصوص حتى تحديدا عندما التهى الزعماء الموارنة أو الزعماء المسيحيين بخلافاتهم واللي خلوا هذا التراجع ليحصل على مستوى الوجود والنفوذ والشراكة، وين كانت الكنيسة؟ الكنيسة تقول كلمتها، الكنيسة تقول كلمتها، وعلى الرجال الحكم والرجال السياسيين أن يسمع أو يأخذوا بها أو لا يأخذوا. ما هو هيك المسيحيين خسروا من كثرة الديمقراطية والحرية. نحن عندنا التوجيه وليس عندنا القوة. يسوع المسيح ما استعمل قوة وإنما بالكلام، وجه انتقادات إلى الفريسيين وإلى رجال الحكم، ولكن كلامه كان من يسمع كلامي يعمل به إن كان يريد الخير. فالكنيسة هي نعم هي تعلم وتوجه وتقول كلمتها،
لكن ليس هي ليس لها القوة حتى تجبر الآخرين وإلى اليوم. ولكن يعني عذرا سيدنا بهذا الإطار الكنيسة ملامة إذا سكتت وصمتت على الحق وهي تقول الحق. ولكن في ظل هي الواقع في ظل واقع مثل الواقع اللي وصلنا له أنه بس هيك بدها تقول كلمة الحق ما بدها تتحرك. شفنا جولة البطارقي على إربيل وقت تحركوا لا البحث في وضع المسيحيين للقول أنه في مسيحيين بالمنطقة، وبعدين أجل. شفنا المؤتمرات وبعدين شو صار؟ يعني احنا ما مش رجال سياسة ولا رجال عندهم أموال حتى يقدروا يبقى عمره مدينة جديدة أو ما عندنا إمكانيات، ما عندنا إمكانيات للأسف. بس كأنه يعني عذرا الانطباع أنه كأنه في استسلام. بعدين المسؤولية مشتركة يعني بين كل المسيحيين. صح، أنا بحكي عن كل المسيحيين. كل المسيحيين طبعا هون نحن دخلنا في مجال مش الأقليات وإنما دخلنا مشروع سياسي. فمجال السياسي نتركه إلى رجال سياسيين. ما قالت إليه هذه حالة المسيحيين اليوم في لبنان، هذه مسؤولية تخص رجال السياسيين حقيقة. هم اللي بيتحملوا المسؤولية. الزعماء المسيحيين. الزعماء المسيحيين. اللي كان باله كل واحد بالكرسي لقلوه. استلمت هذه الأمانة بين أيديكم منذ 50-60 سنة. شو عملتوا فيها؟ خربوها تما تيلقوا بعضهم. شو عملتوا فيها؟ وهذا مؤسف نحن ونحن نبكي على الوضع هذا الواقع. الواقع هذا المؤلم. نعم. توني شو كان عندك؟ أنا بدي أقول إنه المقصود بالتقصير بجانب الكنيسة بعموما، يعني ما بقصد كنيسة محددة، يعني بقصد كنيسة ككل. الكنيسة نحن ككل. ما عم نحكي عن كنيسة, كنيسة واحدة ككل. طبعا طبعا أنا عم بقصد إنه مثلا وضع السينودوس من أجل لبنان بالعام 95 بالإرشاد وبالنداء السينودوس وضع أسس لتعاطي الكنيسة مع الرعية من أجل صمود الرعية في أرضها وتجذرهم بأرضهم، وقالوا وضع خيرات الكنيسة بخدمة الرعية من أجل تكريس الصمود. أنا ما عندي معلومات إذا كانت الكنائس فعلا وضعت خيراتها وهي خيرات عميمة، هناك أملاك هائلة تمتلكها الكنيسة مش مطلوب التفريط فيها، بس طبعا مطلوب وضعها يعني بمعنى تسميرة استثمارة لمصلحة الناس. يعني أنا بدي فوت ابني على الجامعة والجامعة مسيحية، وأنا إذا ما قدرت فوتوا على الجامعة مطلوب مني أنه هجروا على والأقساط كبيرة. نعم. وما بتنظر لواقعك الكنيسة أو الرهبنة أو الجهة الدينية المسؤولة. بدي أدفع قسط ليفوتوا ولادي على الجامعة، بدي اشتغل ما بعرف قديش لا اقدر اوفي القسط. هيدا القسط بيدفعني انا اقول له لابني روح فل روح هاجر. لما بيهاجر وبيدرس بيتفرغوا المسيحيين. هذه مسؤولية المسيح والمسيحية. مش يعني نحن ما عم نحكي هون بانه والله يجوا ينزلوا ويصالحوا زعم المسيحيين اللي حاملين مدافع وعم بيقوصوا يعني على بعضهم. هي مسؤولية تقع على عاتق الكنيسة والمجتمع تيحافظ على هالبقاء بعيدا من السياسيين وحساباتهم وخلافاتهم. هي رسالة المسيح. المسيح قال لهم إذا وجدتم عطشانا فسقيتموه فأنتم تكونون قد سقيتموني، وإذا وجدتم جوعانا فأطعمتموه فأنتم. يعني معلش هيدا دور الكنيسة. مسيح يعني ملك الفقراء سيدنا. هذا الموضوع منشوف اليوم أغنى الأغنياء هي الكنيسة. هذا الموضوع نوقش من زمان وعطت الكنيسة الجواب عليه. أولا الكنيسة أو المدارس المسيحية الكاثوليكية تعمل بكل ما فيها من قدرة على مساعدة الأولاد الفقراء، وهناك إحصائيات تبين هالشيء ده. لكن عندها أيضا حدود بدأت تتوقف عليه، لأنه عندها واجبات حتى تجاه أولا المعلمين وتجاه الدولة ما بتقدر، وإلا توقع تنكسر. وكثير من المدارس عم بتسكر حتى طائفتنا هالسنة دي سكرنا مدرستين. نعم. لأنه قدام
هالواجبات والمتطلبات الاجتماعية والحقوق الآخرين. ما بنقدر نحن الكنيسة تعطي من دون حساب. هل وثانيا الدولة عليها الحق في مساعدة المدارس في كل أوروبا، كل المدارس على الدولة. وين واجب الدولة هنا في مساعدة الطلاب والجامعيين وغيرها؟ ماذا تعمل الدولة؟ نحق كله على الكنيسة؟ الكنيسة تعمل اللي بتقدر عليه، وهذا من إشحاف القول أنه الكنيسة ما عم تعمل. وحتى أيضا بما يخص العقارات عم تعمل أبنية حتى ولكن شو عم بيصير؟ عم تنباع لأبنية هاي في بعض العقارات، أعطى الكنيسة لمشان المشاريع صفت عند تجارة. لأن أنا مش ما عندي هالمعلومات كلها، ولكن عم بسمع أشياء هيدي بما يخص. فإذا الدولة عليها أن تقوم بالأشخاص يلي معزولين أو كان الشيوخ أو يلي ما عندهم حدا تنفيهم. الدولة أين الصيانة؟ الاجتماع بالأشخاص الفقراء والمسنين كله على الكنيسة؟ هذا شيء مش معقول. نحن ما بناخذ دور الدولة في هالموضوع. هيدا مساعدة الناس، الواجبات الاجتماعية تقع على الدولة مش فقط على الكنيسة. يعني بس الكنيسة والدولة، نعم، المسؤولية يعني تقع. نعم صحيح اللي عم بيقوله سيدنا، أكيد أنا ما عم بقول 100% بشكل قاطع، ولكن هناك قدرات أنا بعتقد على بعد بتقدر الكنيسة صح. تعملها أكتر بكتير من صح. اللي عم بيصير صح. وأنا متأكد باللي عم يتفضل فيه سيدنا بموضوع أنه الدولة لازم تدعم، ولكن نحن أي دولة بدنا نحكي فيها؟ بلبنان ليس هناك دولة، هناك طوائف. الشيعة يحصلون على المال ويؤمنون الخدمات لمواطنيهم والتربية والتعليم والاستشفاء ومن جميعه وقد ما بدك في مصاري، والسنة بالمقابل معروف من وين بيجيبوا مصاري ويدبروا حالهم وبفوتوا على الدولة وبيشتغلوا. المسيحيين يتمين من لهم الأم الحنون فرنسا من زمان فطمتهم، بعد حدا عم فطمتهم من زمان ما بقى في شيء وما اجى أم بديلة خلصنا. ما لازم يكونوا بحاجة لحدا، ما لازم يكونوا أساساً لازم ولا يكون طائفة من الطوائف في لبنان تكون تابعة لحدا. أنا معك، أنا يكون معك. الانتماء للوطن. ولكن وصل البطرك الراعي إلى سجن رومية للاحتفال برتبة خميس الغسل. تفضل كمل. بس ولكن معلش، نحن بواقع لازم نعيش مع الواقع. لما بيكون أنت معرض للخطر أو للضغط أو للتقلص بمواقع الدولة، مطلوب من الفريق إذا كان عنده عصبية عنده حياة إنه يستنفر من أجل استمراره كأنتيتي يعني موجود ليبقى يحضر. طوني حالي. حسب نحن حلقتنا بتستمر إلى حين بدء رتبة خميس الغسل بترأسه سيدنا البطريرك الراعي. اليوم أنت مثل كأنه في قدامك جدول أرقام، شو هي هيدا الأرقام؟ بالحقيقة جبت بس جداول يعني لحتى نشوف كيف وين صاروا المسيحيين إحصاءاتهم بدول المنطقة الهلال الخصيب، يعني منطقة سوريا الطبيعية يلي تقلص فيها الحضور المسيحي حتى قبل ما بلش الربيع العربي. نعم. منسميه الربيع العربي مثلا بالعراق في 1,800,000+ أقليات بما فيهم المسيحيين يعني أزيديين وغيره. نعم. سوريا 2,000,000+ لبنان 1,000,008 الأردن 0.18 فلسطين في عنا المسيحيين بس في عنا طبعا عم نحكي عن فلسطين المحتلة عنا اليهود 6 ملايين يعني بيطلع آخر شيء. بالمجموع الشرق الأوسط هيدا من عدا مصر اللي هي 80 مليون فيها بين 6 ملايين و10 ملايين بتختلف أقباط. الاحصاءات. نعم. اقباط والباقيين سنه طبعا. نعم. هلا بيطلع معنا انه بين 74 مليون مسلم في 12 مليون مسيحي بس في 38 مليون سني وفي 23 مليون شيعي. هيدي الارقام ليش عامل هاي الارقام؟ هيدي بس انا افكر انه وين تقهقر حضور المسيحيين بهاي البقعة بالذات من بعد ما كان من 1,000 سنة كانوا 50%
مسيحيين و50% مسلمين. وقلنا بالحلقة على كل حال المسؤولية تبدأ من يتحمل المسيحيون، الكنيسة، الزعماء، التركيبات بالمنطقة، وصولا لليوم ما يجري من مخططات لتفتيت المنطقة وتهديد داعش والتطرف والإرهاب اللي يطال الجميع، والحلقة الأضعف هن الأقلية. سيدنا اليوم بهيدي المناسبة، خميس الغزل، بكرة الجمعة العظيمة، بأسبوع الألام، سيدنا يسوع المسيح صلب لخلاصنا، ولكن نحن ما عم نعرف نخلص حالنا. نحن ننظر إلى شعبنا كما ننظر إلى يسوع المسيح اللي ببلش ألامه، وهذا عزاء كبير لكل هالمهجرين واللي ما عندهم حدا، صار تركوا أراضيهم وبيوتهم ومنطقتهم ووطنهم وصاروا هن مهجرين في بلادهم. وهذا المعاناة اللي عم بيوم أشد هي بعيشوا فيها، ما قالوا عزاء إلا يسوع المسيح يلي تألم وهو البريء. فأوجه هالكلام لكل الذين يبكون على حالهم وعلى وضعهم، والذين أصبحوا في فاقة وعسر وما عندهم شيء حتى مأوى يلجأوا إليه، أنه المسيح بيقول لهم كما أنا صرت في طريق الآلام وتعذبت أنتم أيضا تتعذبون، وكما اضطهدوني فسوف يضطهدونكم، لأنهم لا يعرفوني، لا أنا ولا أبي. ويا سبب نحن بنقول ونصلي أيضا لبلادنا حتى ربنا يرجع يقوم من هالكبوة والسخطة ويرجع الشعب إلى بعضه، إلى المحبة، إلى التعاون، إلى بناء هذا الوطن يد بيد. وكلنا نحن كمسيحيين نفتخر ببلادنا، ولو أنه مظلومين خلال تاريخنا لكن نحن متعلقين فيها، ونحن بنحب المواطنين تبعنا وبنصلي لهم حتى ربنا يوفقهم، حتى ربنا يلهمهم إلى الخير إن ما فيه الخير، حتى ننشر السلام. السلام هو ثمار المحبة والاحترام. إذا أنا بحترم جاري بعيش معه بأمان وسلام، ما بوجه له كلمة جارحة أو بضره بشخصه أو بأملاكه. فهذه يجب كل الأديان يجب أن تسعى إلى خير الإنسان ولا إلى المضرة فيه. وكل الذين يضرون الإنسان هو من عمل الشيطان وليس من عمل الله الذي يسعى إلى الخير وينشر الخير بالكلام والفعل. فنطلب إلى الرب أن يلهم الجميع، الزعماء، الحكام، المواطنين، أن يعيشوا بسلام. وهذا هو السلام الذي يخلصنا إن شاء الله في لبنان وفي سوريا وفي العراق المنكوب وكل بلادنا التي معذبة إن شاء الله. أين أصبح اليوم المسيحيون، مسيحيو العراق وسوريا؟ في كتير لجأوا إلى لبنان، ولكن في كتير اتجهوا إلى الغرب، أو في البعض في هجرة داخلية داخل دولهم، يعني أكتريتهم وين؟ وهل إذا اليوم تحررت مثلا محافظة نينوى في أمل أن يعودوا؟ نحن تهجر مليون مسيحي من العراق، باقي في لبنان وسوريا من هالمهاجرين حوالي باعتقادي أنا 500، والخمسمية الآخرين ذهبوا إلى الخارج. وحتى خاطروا بنفسهم في البحار. يعني الله تكون بهالأسبوع الألام هو قيامة لكل الشرق وكل الطوائف، ليس فقط المسيحية. أنا بدي أشكرك سيدنا المطران مارف لبيانوس يوسف ملكي، المعاون بطريرك السريان الكاثوليك، والزميل كاتب السياسي توني عيسى. بدنا ننتقل مشاهدينا إلى سجن رومية، حيث يحتفل أو يترأس البطريرك الماروني مارب شارة بطرس الراعي برتبة خميس الغسل. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.